أشكر حيوانا يجد الإنسان صعوبة في صيده. يلا بان الأسد. الأسد، خلينا نشوف الأسد. نعم أبو خميس، الأسد أفضل احتمال هو الأسد. تفضلي أخت مريم. يلا بان وخلي نشوف شنو باقي الحيوانات اللي يجد الإنسان صعوبة في صيدها. السمك. السمك يجد الإنسان صعوبة في صيد السمك. خلينا نشوف السمك. خطأ. أسهل شيء السمك، شبك وفالة و و و و و إلى آخره. ها عبد الله. الغزال. خلينا نشوف الغزال. ونعم الغزال أيضا يجد الإنسان صعوبة في صيده. زهراء. التمساح. ها؟ التماسيح بشكل عام، لأنه هي تكون كلش خطيرة. التمساح ممكن يكون صعب. خلينا نشوف التمساح. الخطأ الثاني، وتحضروا الأغى للإجابة. إذن خلينا نشوف بان. بان السؤال يقول اذكر حيوانا يجد الإنسان صعوبة في صيده، شو تقولين؟ الأفعى. الأفعى على مود استفاد من جلدها. الأفعى. خطأ الثالث، ونروح على الأغى. خلينا نشوف الأغى. الأغى اذكر حيوانا يجد الإنسان صعوبة في صيده. مريم. النمر. النمر. سالي. الضبع. الضبع. علي. الدب. الدب. وراء فهد. الجواب الأخير منك شنو؟ الدب. الدب. نعم الدب القصبي. إذن مبروك لعاد الأغى 78 نقطة. أنت كل ساعة ما تغيرين، وكان قلتي صحاح، لكنه أيضا غيرتي، رحتي على غير حيوان. وخلي نشوف الاحتمالات الأخرى. 7 الفهد، 6 الضبع، 5 الذئب، 3 الثعلب، و النمر. إذن مبروك للأغى 232 أمام 82 نقطة. خلونا نروح إذن إلى السؤال الخامس، اللي هو مضروب في 3.